Ahmad, مشينا بعدها كان سبابة عملنا اتفاق 28 اتفاق 28 يونيو فيه حاجة المؤتمر الوطني ما دايرة لأنه الاتفاق بنص في الفقرة الأولى إنه القضية بتاعة جبال النوبة والنيل الأزرق دي قضية بتاعة كل السودان وإنه لازم يحصل ريستركشرينج للسيستم في كل السودان عبر عملية دستورية تشارك فيها كل القوى السياسية. ده أي زول يمشي يقرأ الاتفاق بيقرأ الكلام ده. الكلام بتاع إنه البشير كان غضبان وزعلان ده كله أكاذيب. البشير مع الصبغة الإصرار والترصد رفض الاتفاق لأنه هو ما دار يعيد النظر في حكمه بمشاركة كل السودانيين. كل الموضوع هو دار يقدم لنا رشوة إنه الحركة الشعبية دار يبقى والي يعمل والي دار يبقى وزير وزن الستيتس كو وزن النظام القديم. نحن رفضنا المدلة دي شان الحرب. إذا نحن كنا نخوض الحرب كان خوضنا في جبال النبوة والنيل الأزرق في نفس الوقت، لكن نحن أخذنا قرار إنه هم مهما جاءوا جيش السوداني كله في جبال النبوة والميليشيات مالك كحاكم منتخب ما يخوض الحرب إلا إذا هم برواه في النيل الأزرق. وقعدنا 3 شهور من شهر 6 لحد شهر 9 ناقشونا ناس كثيرين. لما جينا لملة الزناوي في أديس أبابا اتفقنا مع عمل الزناوي إنه البشير قال مالك لو جاني أنا بحل القضية دي. قلنا إنه القضية ما شخصية، دي قضية عامة، لأنه كان رافض وجود الـ AUHIB تابون بيكي والوساطة ودار يعمل القضية كقضية محلية وداخلية. في النهاية قلنا كحل وسط ممكن مالك يمشي مع ملة الزناوي في المطار. ملة الزناوي كان بيقول لي مع عبد العزيز أنا بنحل منكم أنتوا ناس متشددين وأنا تاني ما بدعوكم. وردينا وقلنا كاميرا برايم مينستر أنت الناس المتشددين بتلاقون قدامك في خرطوم، إذا أنت جبت حل نحن حنعتذر لك. قال خلاص بكرة أنا داعيكم تجون في القصر لما نيجي مع مالك من خرطوم أنا حجيب حل. مشى وقعد 4 ساعات وقال لنا إنه أنا I was disappointed من النقاش مع البشير، وقال أنا بعرف الرؤية بتاعت السودان الجديد لأنه جون جرام كان يكلمني عنها لسنوات طويلة، لكن أول مرة عرفت الأهمية بتاعت رؤية السودان الجديد في المناقشة تمت بين مالك والبشير. لأنه البشير كان مصر إنه ما في بعد الجنوب فات ما في تعدد ما في تنوع في السودان، وإنه ده زي ما قال في القضارف إنه دي وقال جقمسة زاد وما تقمسة بالله. فالحرب في المنطقتين بعد ما مالك جاء هم شنوا الحرب على النيل الأزرق وقاموا بعزل الوالي وكل ما تم والحرب الآن دائرة. نحن قلنا لنافع في هذه السبابة قلنا له نحن دايرين تطور دستور جديد دايرين حل قضية دارفور ده في حالة الاتفاق. إذا ده ما تم حنتحالف مع الحركات المسلحة حنتحالف مع كل القوى السياسية. ذات وقت جديد وريناهم استراتيجيتنا هم شنو الحرب وطبقنا الاستراتيجية بتاعتنا. الحرب نحن قبل كده خضناها ما حاجة بالنسبة لنا جميلة عشان نزع عليها مرة أخرى. نحن اشتغلنا عمل واسع في بناء الحركة بتاعتنا في كل شمال السودان، والآن لما تمت الحرب في أكثر من 400 من قيادات الحركة من خارج جبال النوبة والنيل الأزرق تم اعتقالهم من عثمان دروب في بورسودان إلى ازدهار الجمعة في الولاية الشمالية إلى علوية بيدا إلى نعمات جماع في النيل الأبيض. نحن محاولين نبني حركة ديمقراطية حركة تضم كل السودانيين من كل أنحاء السودان، ونحن عندنا قناعة رافضين الحلول فقط لقضاء المنطقتين لأنه نحن بنعتبر أن الدولة السودانية هي التي شنت الحرب على دارفور وهي التي شنت الحرب على شرق السودان وهي التي شنت الحرب على النيل الأزرق وهي التي شنت الحرب على جبال النوبة، وإنه بدون تغيير سياسات الخرطوم لن ينصلح أمر دارفور أو جبال النوبة،
وإنه ناس دارفور ما عندهم مشكلة، ناس جبال النوبة ما عندهم مشكلة، النوبة they are very fine and refined people. المشكلة موجودة في الخرطوم، في سياسات الناس المتحكمين في مركز السلطة في الخرطوم، وبدون تغيير مركز السلطة في الخرطوم لن تنتهي الحروب في السودان. يجب أن يكون هنالك، يجب أن يكون هنالك مركز لكل السودانيين، ويجب أن يكون في وطن يعتز به ويزور. انت فوراوي، انت نوباوي، انت جعلي، انت شاقي، انت بيجاوي، انت امرأة، انت رجل، يجب ان تكون في دولة سودانية كل السودانيين بيعتزوا بها. ده الشيء الحقيقي والرؤية الحقيقية بالنسبة لنا. نحن في كلام كثير بيتقال انه انا الحركة الشعبية في الشمال دار تتفاوض على اساس القرار 2046. هل الحركة الشعبية في الشمال بتساهم في تجميع المعارضة لأنها دائرة تعمل اتفاق مع الحكومة، لأنه دائرة تخون دائرة تعمل نباشته، وإنه جون قرنج زمان خان التجمع؟ ما صحيح طبعا، إنه دكتور جون قرنج على وش التحديد هو خان التجمع الوطني الديمقراطي، ودكتور جون قرنج ده سينصف التاريخ لأنه هو شخص كبير وشخص محب للسودان، وإنه عمل إنه الدكتور جون قرنج عمل أجرأ محاولة من شخص جاء من الهامش لإعادة تعريف وتجميع السودان، وإنه يكون موحد. أكبر محاولة تمت على الإطلاق منذ عام 1924 دي محاولة الدكتور جون قرنج، حتى ولو فشلت هي المحاولة المهمة ورؤية الدكتور جون قرنج حول السودان الجديد. لو ما البريجيس إنه هو جاء من الجنوب وإنه مسيحي كان كثير من السودانيين آمنوا بها. الفريق يوسف أحمد يوسف قابل جون قرنج في وداه المجلس العسكري تاع سوار الدهب، وهو كان قائد لجون قرنج، قابلوا في أديس أبابا. جون قرنج بيحكي قال إنه أنا قلت الفريق يوسف، الفريق يوسف قال له عندك مقعد في المجلس العسكري، تمشي الخرطوم معي وأنت تكون عضو في المجلس العسكري ونحل لك قضايا. ف يوم قرن قال الفريق يوسف إن المشكلة بتاعتي أكبر من مقعد في المجلس العسكري. بعدين قال لا سعد الفريق أنا دارس لك من الحاجات اللي أنا بقولها، إذا الحاجات دي غلط أنت وريني الصح شنو أنا بتفق معك، وإذا صح أنا برضو عندي لك اختراع. فقال له أنا قاعد أقول إن السودانيين قبل ما يكونوا عرب أو أفارقة، مسلمين أو مسيحيين، جنوبيين أو شماليين، يجب أن يكونوا سودانيين أولاً. هذا ما يجبني، لأنه السودانيين لا تجمعهم العروبة ولا تجمعهم المسيحية ولا يجمعهم الإسلام ولا يجمعهم الجغرافيا، ما يجمعهم إنهم هم السودانيين في نهاية الأمر. وإنتوا أي زول قالوا الولايات المتحدة الأمريكية بعد 7 سنة 5 سنة بدو باسبورت يكون شوارز نيجر حكم كاليفورنيا، شوارز نيجر ذاته بيتكلم انجليزي زينا كده، ما عنده ذاته مصاعب في اللغه ذاته، ومشى اتزوج من آلي كندي. طيب اذا ده بيحصل ليه الكلام ده ما يحصل في السودان؟ وليه شخص رفيع زي جون قرنج تعليما وثقافه وخلقا ليه في بلده يعملوه مواطن درجه ثانيه؟ هو حتى لو قاعد في الولايات المتحدة الأمريكية ممكن يكون عنده قيمة أكثر من البلد اللي هو جاي فيها جدا عن جد وأما عن أم وكابر عن كابر. ليه المفارقة دي في بلد زي دي؟ ونحن كمثقفين وناس متعلمين ليه ما بنزل الأزلة المؤلمة دي لنفسنا؟ دي حاجة مهمة. أنا برجع تاني للموضوع بتاع الخيانة. فجون قرنج سأل الفريق يوسف أكثر من سؤال، فقال له يا سعد الفريق الغلط حاجة واحدة، الغلط إنه أنا جنوبي ومسيحي بقول الأفكار دي. أنت كمسلم وشمالي لو قلت الأفكار دي الناس بتبعوك، بذات الشماليين. فأنا بقترح لك أنت تبقى الرئيس وأنا أكون نائب بتاعك، بدل أنت تمشي ترجع عشان نحل القضية دي، بدل أنت ترجع ترجعني الخرطوم أنت تقعد معي في الغابة. وجون قرنج ظل ودي وظل ظريف. أول مرة قابل عمر بشير في قصر الجمهوري، عمر بشير يعني دار الشيطان، إحنا مشينا في الصباح فقام قال له يا دكتور